استغرقت عملية النقل ساعتين تقريبا، وسيخضع الصاروخ للفحص لوظائفه والاختبارات المشتركة فيما بعد. وبعد التأكد النهائي من أن الصاروخ في حالة سليمة، سيتم تزويده بالوقود وإطلاقه بموجب الخطة المحددة. لقد أكملنا كافة الاختبارات في منطقة التكنولوجيا للصاروخ والمسبار وموقع الإطلاق. وبعد دخول الصاروخ إلى منطقة الإطلاق، سنركز على الاستعداد للتزويد بالوقود والتأكد من حالة الصاروخ والمسبار، ومن ثم سندخل عملية الإطلاق. هذه المهمة هي أول إطلاق تطبيقي للصاروخ لونج مارش 5، وهي أول مرة تطلق الصين فيها مسبارا إلى مدار المريخ. يحمل الصاروخ 3 أجهزة، وهي الجهاز الطواف وجهاز الهبوط والجهاز المتجول. مهمة استكشاف شاملة للمريخ مثل هذه غير مسبوقة في العالم، نتطلع إلى التوفيق فيها.